السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قناة آية أس إل تي في. معكم أم نريمان. اليوم راح نديرو مع بعض رولي بالشيفلور. خدي قبل كل شيء شيفلور تاعك هاوليك. أنا هنا نقيته، غسلته، ملحته وفورته وخليته حتى برد تماما. ومن بعد أحمي الروبوت تاعك، حطي فيه نص صدر تاع الدجاج، قطعي هكذا وحطيه لداخل مع بصلة صغيرة. صدر تاع الدجاج انا خديت منه نص برك، قطعته وحطيته لهنايا. ودوك نحط فوقه هالتوابل. عندي لهنا راس الحانوت، مغرف صغيرة، مغرف تاع القزبر، جوج سنينات كبار تاع الثوم، وعلى راس المغرف برك تاع الكمون. سيدي زوج مغارف كبار معمرين تاع لا شابلور، تقدري تروحي حتى لثلاثة. ديرو ثلاثة هكذا مغارف معمرين مليح تاع الماكلة، وزوج مغارف تاع الزيت. هنا من المستحسن ديروا زيت زيتون، واللي ما تحبوش دوب الزبده ودير، ولا دير زيت المائده، ولا تقدر تستغنى عليه، بصح زيت الزيتون يعطيه طعم هائل. زيدوا القزبر والمعدنوس، واللي تحب دير غير معدنوس دير، واللي تحب دير غير قزبر دير. ديري كمية مليحة باش يجيك بنين، وزيدي ثلاث حبات تاع البيض. نرحو شوية هاد المواد ومن بعد نزيدو نحطو معاهم الشيفلور. إن فوا ترحي صدر الدجاج تاعك مع هادوك المكونات اللي درنا، زيدي حطي الشيفلور تاعك بالعقل ورحيه. إن فوا ترحي الخليط تاعك وتكملي، احمي السنيوة تاعك، حطي فيها بابي كويسون، دهنيه مليح بالزبدة وحطي الخليط ديالك. تحصلي على خليط هكذايا شغل بيوري، حطيه وسيي تسقمي هكذايا، ما تلحقيش بالجوانب باش ما يخرجلكش. وما تنساش الملح تاعك، ان فوا ترحي سيي دوقي باش ما يجيك صامط. فوالا سقمي الرولي تاعك هكذايا وحطيه يطيب. ما تخليش يطيب بزاف باسكو ما فيش بزاف حوايج. الدجاج راهو مرحي تمتم يطيب، والبيض كيف كيف، غير تشوفي نشف وتقدري ترولي حبسي. هاوليك الرولي تاعي بعد ما طاب، قلت لك ما عادش ياخذ منك وقت بزاف، 10 دقائق 12 دقيقه خلاص. ودوك لهنا عندك المجال مفتوح، كيما تحبي ديري له الحشوه تاعك. تحبي ديري غير الفرماج كيما راح نديرو هنايا، خاطر ديجا درت الدجاج ومكونات الاخرين. كيما تحبي ديري له لحم مرحي، تحبي ديري له، المهم يكونوا حاجات مرحيين ورقاق، ما تحطيهوش خشنه هكذا باش كي تدوريه ما يتكسرلكش. انا دوق لهنايا راح ندير له غير الفرماج هكذا، ندهنو كامل بالفرماج او مازال له سخون. حكمت الفرماج تاعي عبصته مليح بالفرشيطه، سينو تقدري ديري له شويه تاع الحليب وتميكسيه باش يرجع لك جبن كريمي، ويجيك ساهل باش تحطيه هكذا من الفوق. ادهنيه كامل ومن بعد نروليوه. تقدري تزيدي لهنايا الزيتون يكون مقطع رقيق بزاف كحل، كيما تقدري تزيدي، قلت لك الحشوه اللي تحبي ديريها. احكمي حطي هكذا فوق ان بلونش دو طرافاي. دوكا تحبيه خشين رولي من هذا الكوتي، تحبيه رقيق شويه روليه من هذا الكوتي، كيما تحبي ديري. هاي لك حطيه وبداي غير بالعقل هكذا روحي معاه، وميم طون راكي تزيري شويه. هو ماركي راح يتشقق لك هكذا نورمال.
ديريه برك وهو شويه سخون، دوري غير بالعقل هكذا، ما تزيريش حتى تدوري، ومن بعد سقميها هكذا سقمي هاوليك، دوري غير بالعقل، جبدي الكار تاعك ودوري ومن بعد سقمي هاهو، ما تخافيش من هذوك الشقوق نورمال، ومن بعد يتسقمو. دوقا هنا عندك لو شوا، تحبي تزيدي له الفرماج غابي وترجعيه داخل كوشي يعاود يحمر لك، تحبي ديريه غير بالفرماج برك هكذايا وديري له واش تحبي من فوقه. انا راح نزيد ندهنو غير بشويه فرماج ونرمي عليه شويه فرماج غابي وخلاص. انا دوك نخليه يرتاح هكذا شويه حتى يبرد، ومن بعد نحط له الفرماج من فوق، نرابي فوق الفرماج ونوريه لكم ان شاء الله. هاوليك بعد ما برد لي كيما قلت لكم هاد التشققات ما يهمكمش، انا هنا حكمت حبيبات تاع الفرماج هكذا واحد ربعه ولا، وراني نحل فيهم هكذا مزيان، لازم حتى يوليو هكذا يكونوا ليس هكذايا، ونحط عليهم بشويه الحليب وراني نحل فيهم هكذا بقطيره ونخلط حتى نتحصل على جبن كريمي. سينو شري الجبن كريمي ديراكتومون، انا راني نعطيكم بدائل برك هذا مكان. دوك نقعد نخلط هكذا حتى نتحصل عليه كريمي، ندهن كامل هذا الوجه ونحط فوقه فرماج غابي. الرولي تاعي راني كملتو، حطيته لكم طبق تقديم، شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله، صدقوني يجي بنين بزاف، خاصة هكذا بالفرماج. شوف لو يحب الفرماج تاني، يحب اللحم مرحية تقدري ديريه بالدجاج كيما قلت لك، كيما تحبي ديريلو، وتقدري تقدميه تاني هكذايا بارد ولا سخون، لا قدمتيه سخون تقدري تاني تحمريلو شوية تاع الدجاج مع لاصوص تاعهم وتقدميه، يجي ما شاء الله هاد الشيفلو. والداخل هاولي كيفاه يخرج هشيش، يخرج يهبل هاد الشيفلو، عنده بنة ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله نتوما ثاني تجربوها هاد الوصفة وتنجحوا فيها وتقدموها لأفراد العائلة تاعكم، ولا عجبتكم ديروا لي جيم لا فيديو، ابونيو للقناة باش يوصلكم كل جديد تاعنا، بارطاجيوها مع الأصدقاء والأقارب تاعكم، وإلى اللقاء في فيديو واحد اخر ان شاء الله.